اخوانكم في حشد سيوجهون دعوة غدا لكم، سيوجهون دعوة لكم جميعا في القد، وسيتواجد التيارات السياسية، وسيكون هناك ممثلين للتيارات السياسية والأغلبية للتحدث معكم، وبعد ذلك ستكون هناك لجنة هي من تحدد مواقع وأيام تلك التجمعات، إلى أن نبدأ بمرحلة قادمة بإعادة الحراك الشعبي الكبير. اليوم مالنا أمامنا خيار يا جماعة، إلا أن نعيد هذا الأمر مرة أخرى. اليوم عندكم أخوان معتقلين من الشباب، يجب أن يكون هناك موقف واضح معهم. وأنا أشكر بعض التيارات السياسية أيضاً اللي دعت، ومنهم الأخوان في حدم، لمناصرة والتضامن مع الأخوة المعتقلين. كانت التوجه هو أن تشكل لجنة من التيارات لوضع حركة متكاملة للتضامن مع المعتقلين وسجناء الرأي. لذلك أخوانكم في حركة العمل الشعبي يشرفهم دعوتكم قدم بحضور التيارات السياسية للإعلان بالبدء بإعادة الحراك الشعبي الكبير. الحراك بإذن الله سيعود، تماسكنا سيتجدد. إذا يعتقدون السجن راح يغير من قناعاته ما راح يغير. بإذن الله راح نطلع أقوى مما كنا، والرصاصة التي لا تقتل تقويك بإذن الله. المهم الدعوة لكم جميعا ولكل أبناء الكويت غدا الساعة 8 في ديوان البراك، وستوجه الدعوة إلى التيارات السياسية للتعبير عن رأيها بإعادة الحراك الشعبي الكبير مرة أخرى من خلال قناعات أبناء الشعب الكويتي، واللي سيكون التعبير عنها من خلالكم. نعيد ونكرر، شيء أنتم منتوا فيه غير مفيد، وحراك مو أنتم اللي تعيدونه لن يتقوى، ودور ما تقومون فيه لن ينفع ولن يفيد.